النهارده في مباراه كبيره زي مباراه نادي الزمالك من الكابتن ايمن الرمادي لديلسون كان بيقول له ايه؟ Dice el entrenador que te decía sobre el partido hoy contra Zamalek, gran, gran equipo. ¿Qué te decía? El entrenador dice que sería una gran partida, difícil, que estaríamos concentrados. Y es una equipa que conseguimos vencer y pensar solamente en tres puntos. يعني قال لك هو قبل الماتش يعني الكوتش كابتن رمادي تكلم معانا تركيز اعلي اكثر من شي فرقه الثانيه يعني الزمالك ويعني فرقه محترمه يعني التركيز نتاعنا في الماتش ده يكون اعلي من الاول دقيقه 90 ويعني الماتش مشى على يعني كويس يعني خرج مصاب خليه يطمنا على اصابته وكمان هل هو هيكون جاهز للمباراه القادمه والمباريات كلها خلال 3 4 ايام Dice que estabas, te has salido del campo porque estabas un poco físicamente, te has subido el gemelo. Y dice que si estás preparado para el siguiente partido de aquí 4 días contra el Bank Lehi. Sí, sí, entonces estaré preparado para, el próximo, para la próxima partida. Ahora vamos, voy a recuperar. Tengo 4 días para poder recuperar y seguir en frente para la próxima partida y continuar y ayudar a la equipa. قال لك يعني تمام تشد شويه يعني كان تعبان شويه ماشي باربع ايام باقي الماتش الثاني يعني جي يعني يدير ريكوبري يعني ريكوبري يعني مستشفى وكده يعني ماشي يركز الماتش الجاي يهدي المنظم اوف ذا ماتش لمين؟ يعني يهديها لمين؟ دي سي اكيلي باصدر المان اوف ذا ماتش que vou dar dedicar a meu pai e a minha mãe. قال لك باغي يعني دي الفرصه دي باغي يعطي لابوه وامته يعني يعني كان بيقول لك الدهاني صح؟ قال له اعطيهم قال له ما اعطيش اسيست خلاص مترك انت هتبقى مترجم كويس ها؟ هتبقى مترجم كويس انا نشتغل مع وانتم سبورت كده اشكرك جدا دي كانت اطلاله سريعه مع رجل المباراه ديلسون وكمان النجم بالحاج مترجم النهارده ودي كانت كواليسنا من استاد اسوان بعد فوز كبير وعريض وتاريخي على نادي الزمالك الكبير هنا في بلد الحضاره والتاريخ تماسيح النيل اسوان الان عوده واتكلم لحضرتك